السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في هذا الشرح الجديد الخاص بتوزيعات مانجارو. في هذا الشرح سنتعرف على توزيعات مانجارو وكيفية تنصيبها وإعدادها داخل الآلة الافتراضية فيموير. فهذا الشرح يمكن تطبيقه داخل لينكس أو ويندوز أو حتى ماك. بالنسبة لأصحاب الماكنتوش يمكنهم استخدام الآلة الافتراضية المتواجدة داخل الماكنتوش كالفيرتشوال بوكس. في هذا الشرح استخدم فقط فيموير بلاير وهو نسخة مجانية من الفيموير ورك ستيشن. قمت باختيار هذه التوزيعة نظرا للجمالية وسهولتها، بالإضافة إلى هي على أرتش لينكس، وأرتش لينكس هو من أسرع توزيعات لينكس. فمانجارو لينكس عبارة عن مجموعة من السكريبتات تقوم بتنصيب توزيعات أرتش لينكس مع أحد الواجهات المطورة بكل بساطة. فمانجارو هو فقط أرتش لينكس بواجهة جميلة. هذه هي واجهة مانجارو لينكس. ضغط داونلود. كما تلاحظون فتوزيعة مانجارو واجهة الاكس اف سي او والكادي او هنا في إنها موجودة. دي بين هي خاصة توزيعات. في هذا الشرح سنقوم بتنصيب بالنسبة للأشخاص أصحاب 64 بيت لتحميل نسخة مانجارو اكس اف سي او 64 بيت. وهنا بالنسبة للأشخاص الحوالي 32 بيت. يمكن أيضا تحميل هذه تخدم اكتفي فقط بتحميل ملف الى احد الكلاينت الخاص بالتورنت. هنا في لينكس هناك العديد من الكلاينت الخاص بالتورنت كالاي تورنت وديلوج وغيرها. هنا اخترت XFCE لأنها لا تستهلك الكثير من المواد الموارد من حيث الذاكرة و هنا نأتي إلى الفيموير حيث قمت مسبقا بتحميل الأيزو الخاص ب بتوزيعة مانجارو. ندخل هنا إلى الإيزو. كما تلاحظون سنستخدم هذه الصورة فهي مانجارو XFCE الخاص ب X86 و X64. فهذه النسخة هي متوافقة مع معالجات إنتل الحديثة 64 بيت وكذلك معالجات AMD. هنا نضغط على Create New Virtual Machine. نذهب إلى المكان الذي توضع الذي تتواجد فيه صورة الأيزو الخاصة بالتوزيعة. نقوم باختيار XFCE مانجارو والضغط فهو عبارة عن لينكس. نختار لينكس نسخة عامة ونضغط على التالي. هنا نختار المكان الذي نريد
الذي نريد حفظ الصورة داخله نكتب مانجارو XFCU هكذا واحد. هنا الاسم الذي سيظهر داخل الآلة الافتراضية نختار 20 جيجا للتجربة فقط. هنا إذا كنا نريد أن يكون القرص الصلب الافتراضي عبارة عن ملف واحد نختار الأوبشن الأولى، وإذا كنا نريد تقسيم الهارد ديسك الافتراضي إلى مجموعة من الملفات نختار الثانية. هنا نضغط على Customize Hardware للرفع من قيمة الذاكرة، سأقوم برفعها إلى 2 جيجا، وهنا عدد المعالجات التي ستستخدم هذه الآلة الافتراضية، ومن ثم نضغط على Finish و Close. نختار الأولى Start Manager Unix. وننتظر بعد الشيء. إلى حين انتهاء التوزيع من الإقلاع ما بالنسبة للحواسيب فهي سريعة. نزعت منجارو نضغط هنا على نختار البلد مثلا فرنسا، ونختار تايم زون كازابلانكا بالنسبة للمغرب. نختار الملمس فهو فرنش، وهنا نكتب بعض الأشياء لنتأكد أن الملمس يشتغل. نضغط على التالي. بما أن التوزيعة سيتم تنصيبها على قرص صلب افتراضي نكتفي فقط بفاسيتو، أي حذف كل ما يوجد على القرص الافتراضي وتنصيبه التوزيع على كل القرص. يمكن أيضا هنا إضافة كلمة مرور ليتم تشفير هذا القرص. كما تلاحظون فهي من السهولة بمكان. هنا وضعت فقط 1 2 3 على سبيل التجربة. نمر. هنا يقول لي إذا كنت تريد تنصيب مدير الإقلاع على القرص الافتراضي سنترك نعم.
لأننا نتوفر فقط هنا على قرص افتراضي واحد. نضع هنا الاسم مثلا M100 وكلمة المرور 1 2 3 على سبيل التجربة، ونضغط Suivant. فتوزيعات منجارو هي سريعة جدا من حيث التنصيب، ولا تأخذ أكثر من 10 دقائق على هذه الآلة من الذاكرة. ننتظر حتى التنصيب. سأقوم هنا بإيقاف التنصيب shutdown لأني أتوفر على توزيعات منجارو XFCE جاهزة. أوكي. سنقوم ب VM from disk لحذف هذه الآلة الافتراضية من التطبيق وأيضا من القرص. نقوم فقط ب Open a Virtual Machine وندخل إلى المكان هنا. نقوم بفتح الآلة الافتراضية ومن ثم الضغط على فسرعة الإقلاع هي فقط مرتبطة بنوع القرص والمعالج والذاكرة. هنا سأدخل كلمة المرور الخاصة بتوزيعات منجارو لينكس بواجهة XFCE طبعا. كما تلاحظون فهذه هي توزيعات منجارو لينكس بواجهة XFCE. هنا قمت بإضافة الترمينال ندخل على الانترنت. فتوزيعات منجارو تحتوي على فايرفوكس وبيجين وهيكس شات كلاينت الخاص بالERC. ما يهمنا نحن هو التعرف قليلا على باكمان. فباكمان هو مدير الحزم الخاص بتوزيعات ارتش لينكس والتوزيعات المشتقة من ارتش لينكس كمانجارو وانترغوس. مثلا سنقوم بتطبيق على هذه التوزيعة.
نتفقد اولا اعدادات الشبكة بالقيام ببينج لخادم الدينيس الخاص بجوجل. نلاحظ انه يشتغل. الان سنكتب باكمان تيغي غران اس مثلا تيغي غران اس بوست غريس كما تلاحظون. فباكمان قد وجد حزمة قاعدة البيانات بوست غريس. نكتب او لوي لاني قمت بتوزيع قمت بتنصيب التوزيع باللغة الفرنسية. بالنسبة للانجليزية سيعطينا يس سلاش نو كما تلاحظون. قد قمنا الان بتنصيب قاعدة بيانات بوست غريس. الان سنقوم بتنصيب ماي ماريا دي بي المعروفة. اوكي الان قام بتنصيب ماريا دي بي ومن ثم سنقوم فقط باستخدام سيستم دي لاطلاق قاعدة البيانات. هنا نكتب فقط ماريا دي بي مانجارو. نصيب في اول داخل القيام لإعدادة بيان ماريا دي بي و كنترول ستارت ماريا دي بي ومن ثم كما تلاحظون فلقد قمنا بتنصيب وحدات قاعدة بيانات ماريا دي بي على توزيعات مانجارو. اوكي نقوم ايضا بتنصيب منصة نوت جي اس والان بي ام كما تلاحظون فهو سريع للغاية. الان اصبحت توزيعات مانجارو لينكس جاهزة للاستخدام في تطوير تطبيقات الويب. نقوم بتنصيب الكلاينت الخاص بماي سيكوال وهناك ما تلاحظون فهذا المثال الصغير هو خاص بتفقد قاعدة بيانات ماريا دي بي من داخل نوت جي اس. فهذا المثال يقوم فقط بإعطاء الفيرشن الخاصة بماريا دي بي تلقى من سكريبت مكتوب بنوت. اوكي المشكل هنا هو اني قمت بإضافة روديس الى هذا السكريبت وقاعدة بيانات روديس غير مشتغلة. الان سنقوم بإعادة تجربة هذا المثال كما تلاحظون نحصل على النتيجة. فالنتيجة هي عبارة عن طابلو جيسون يحتوي على القيمة. فالقيمة هي فيرسيون وهنا الرقم الخاص بقاعدة بيانات
الماريا دي بي. قمت ايضا بتنصيب محرر النصوص سوبليم تكست، على توزيعات مانجارو. ومن هذه اللحظة فقد أصبحت هذه التوزيعة منصة لا بأس بها للتطوير. هنا الكيوتي، إذا كنتم من عشاق كيوتي وبرمجة تطبيقات الواجهة بكيوتي، هنا هيكس تشات، ندخل على فرينود، ونقوم ب سلاش جوين نود جي اس. كما تلاحظون توزيعات مانجارو تحتوي على هيكس تشات. باغامتر وهي خاصة بإعدادات النظام. أبارونس لتغيير التم الخاص بالواجهة، كما تلاحظون فالتم يتغير بحسب الأبارونس. شخصيا أفضل هذا التم الأسود. ملتي ميديا، فملتي ميديا تتوفر هذه التوزيعة على VLC، على النسخة الحديثة من VLC، وهي كافية لقراءة أغلب امتدادات الفيديو. سنقوم أيضا بتنصيب تطبيقات أخرى ستفيدنا في تطوير المواقع وتطبيقات الويب. باك مان، نقوم بتنصيب خادم الويب المعروف بلايت HTTP D، ومن ثم إطلاقه. كما تلاحظ فخادم لايت HTTP D أصبح يشتغل على هذه التوزيعة. الآن ما علينا سوى برمجة التطبيقات باللغة المفضلة خاصة بنا، ومن ثم وضعها وراء هذا الخادم الذي سيشتغل كروتور. الافتراضية، وأترك لكم فرصة اكتشاف سرعة وكفاءة هذه التوزيعة على الحواسيب الخاصة بكم. وشكرا، وإلى اللقاء في درس آخر.